اللي بيطلع اللي بيتسلق الجبال. تشوف كان عامل مؤتمر صحفي هو يروح يتسلق او عامل مغامرة جديدة. تشوف عمر سمرة بيقول ايه ونرجع لكم تاني. اسمي عمر سمرة، عندي 36 سنة دلوقتي. اتولدت في لندن، بالتحديد في ويمبلدن، لكن ما عشتش هناك تقريبا خالص. رجعت مصر على طول، عشت حياتي كلها في مصر لحد ما اتخرجت من الجامعة. بعد كده اشتغلت في الخارج في مجال البنوك والاستثمار لمدة سنوات طويلة. ومن 5 سنين سبت المجال ده تماما واسست شركة في مجال سياحة المغامرة اسمها وايلد جونابنا. ومن هنا ابتديت ان انا اعمل دمج ما بين عشقي للسفر والترحال، ان انا انقل التجربة دي للناس وشغلي، لان قبل كده كنت بشتغل في مجال مختلف تماما. عمر سمرة على قمة جبل ناسف، اعلى جبل على قارة انتاركتيكا، 4900 متر فوق سطح البحر. يوم طويل جدا، برد ناقص 40، هواء قوي جدا، انما في النهاية قدرنا ان انا نوصل هنا وارفع علم مصر. ليه تحديدا اخترت المجال الصعب ده اللي هو التسلق والحاجات يعني فيها عنف شوية، فيها خطر، اشمعنى يعني الرياضة دي عامة او تحديدا ان انت اخترتها؟ يا صراحة ما فيهاش عنف خالص، هي رياضة مسالمة جدا. طبعا هي فيها صعوبات وفيها تحديات وخطورة. الا انا شايف ان الخطورة دي بتنزل لنسبة صغيرة جدا مع الاستعداد ومع التمرين الصح. يعني لو بصينا مثلا على كل الحوادث اللي حصلت في مجال المغامرة والحاجات اللي انا بعملها فيه، مش بس في سنة، بنتكلم في التاريخ كله من اول ما بدأت في التمنميات، من 1800 وحاجة الكلام ده كله، هنلاقي انها اقل من نسبة الحوادث العربيات اللي بتحصل في مصر في سنة واحدة. فهي يمكن في ناس بتعتقد ان الحاجات دي فيها مجازفة كبيرة جدا، لكن في نفس الوقت كل الناس اللي بتعملها بتبقى مجهزة نفسيا وبدنيا للحاجة اللي هي بتعملها، ومحدش بيخشها غير لو هو فعلا بتبقى صعبة. يعني تدريبك عبارة عن ايه؟ التدريب بتاعك هو طبعا التدريب بيبقى جزئين، في تمرين بيحصل في مصر ده بيبقى معظمه لياقة بدنية بس، لان طبعا مفيش هنا تلج ومفيش جبال من النوع الكبير قوي. وبحاول اخلي الفتنس يقرب شوية الحاجة اللي انا هعملها. يعني مثلا انا رايح القطب الجنوبي، هنكون بنشد فيه احمال تقيلة. عايزين نتكلم بقى عن المرحلة القادمة اللي هو تحدي جديد لعمر السمرة، كلمني عنه اكتر. ما هو تحدي القطب الجنوبي اللي جاي بتمرنه هنا في مصر، بان انا في التراك بشد عجل اللي هو المقطور الكبير اللي هو وزنه 70-80 كيلو بحبل على وسطي، وده زي اللي انا هعمله هناك. وانا على التلج هكون بشد مزلاق او سلد عليه كل المعدات والاكل انا هحتاجه لمده الاسبوعين دول، برضو وزنه مشابه لمده 8 او 10 ساعات في اليوم. فده الجزء ده. والجزء الثاني لازم اتمرنه بره مصر اللي هو الجزء اللي فيه التلج. طبعا من اسبوع او 10 ايام كنت في سويسرا بتمرن للجزئيه دي. سعيد جدا. مصر ام الدنيا. مغامرة القطب الجنوبي تبدأ يوم 14، لكن اوصل للقارة المجمدة اللي هي انتاركتيكا يوم 18، يعني اسيب القاهرة يوم 14، تنتهي حوالي 30 نفس الشهر، يعني بنتكلم في حوالي اسبوعين. لكن طبعا ممكن يحصل تأخيرات بسبب الجو وبسبب صعوبة الرحلة نفسها. وانا احب صراحة اوجه كلمة للشباب مصر، ان انا مش شايف ان انا عملت حاجة مستحيلة او حاجة مش ممكن اي حد تاني يقدر يعملها. بالعكس، ممكن اي حد يعمل اللي انا عملته لو هو فعلا عاوز ده، ودي حاجة هو بيحبها وعنده النية والقدرة ان هو يحط الوقت والتعب عشان يقدر يعمل ده. الرسالة انا بحاول اوصلها ان انا وانا عندي 11 سنة كان عندي رب، وكنت يمكن ما اقدرش الف لفة تراك واحدة، او كان الرياضة العادية جدا كان بالنسبة لي صعبة جدا. لكن بالرغم من ده قدرت ان انا بعد 12 سنة اوصل قمة جبل ايفرست اللي هي ما فيهاش اكسجين خالص. فانا بحاول اوصله ان اي حد ممكن يحقق اي حاجة، يحط ذهنه فيها ويقدر ان هو يشتغل لها بشكل مظبوط. فلو انا اقدر اعمل ده، يبقى اي شاب ما فيش حاجة اسمها سقف للحلم، وممكن يعمل اي حاجة هو يقدر يفكر فيها، لان كل واحد فينا عنده الايفرست بتاعه، سواء ده كان جبل او هدف في الشغل او في الحياة الشخصية. انا عمر سمرة، اخترت اكون هنا